بغيت يا اختي تهني من التجاعيد. اليوم جات لك واحد السر رهيب واللي كيعطي واحد النتائج خياليه في شد البشره بحال البوتوكس، ولكن طبيعي للبشره. هذا المكون هذا مدمر للتجاعيد، حتى ولو كنتي تجاوزتي السن ديال الاربعينات الخمسينات البشره ديالك تولي ديال بنت العشرين. غير صدقيني الا قلت لك ان هذا الماسك هذا غادي تجربيه وغادي تصدمك النتيجه من اول استعمال، غادي تبداي تلاحظي الفرق. هاد الماسك هذا اللي غادي نعطيك اليوم ماسك مجرب، ماسك غادي يعطيك توحيد اللون ديال البشره ديالك، غادي يصفي لك البشره ديالك، كذلك تيقضي على التجاعيد اللي كتكون تحت العينين او التجاعيد اللي كتكون في الجبهه، كذلك يعني ترهل ديال العنق، التجاعيد اللي كتكون حول الفم، كيعطي واحد الشد اللي خطير. وهذا الماسك هذا من اروع لي ماسك اللي غادي تجربوهم. الا كنتي اختي قهروك التجاعيد في البشره ديالك، بغيتي شي حاجه اللي مجربه واللي تعطيك نتيجه زوينه بزاف، تبعي معايا هذا الفيديو ومرحبا بك معايا. ما تنسونيش الكبيدات ديالي من واحد لايك للفيديو هكا باش تشجعوني وتدعموني، على ان هذا الفيديو هذا يشوفوه بزاف ديال النساء ان شاء الله يستفدوا منه. وكذلك ما تنسوش تخليو لي شي تعليق زويون في حالكم، بغي نشوف التعاليق ديالكم يعني اسفل الفيديو. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو القرقاع كما كتشوفوا معايا اولا الجوز. بالنسبه للقرقاع كنحتاجو جوج ديال القرقاعات، المهم درت اربعه ديال المصيصات كما شفتوا معايا. تنديروهم في الطحانه وغادي نزيدو عليهم ثاني مكون واللي هو واحد المكون خطير في شد البشره، مكون اللي خارق يعني في علاج التجاعيد، تيعمل على يعني اعطاء النضاره للبشره، كذلك يعني تيغذي لنا البشره وتيقلل لنا من التجاعيد، غني بالاوميغا 3 هذا المكون هذا اللي هو بذور الكتان او زريعه الكتان. راه زوينه بزاف هاد زريعه الكتان بالنسبه يعني لفهاد الماسك، وزوينه بزاف وكتعطي واحد النتائج يعني رائعه في توحيد لون البشره وكذلك في شد البشره. كناخذوا جوج معالق كبار مع الكميه اللي درنا ديال القرقاع، كنطحنوهم مزيان حتى كيوليو لينا على شكل بودره. هنا من بعد ما طحنتهم ورجعت معاكم غناخذوا هذه الكميه هذه وغادي نديروها هنا، ومن بعد غادي ندوزو نحضروا الماسك ديالنا. مهم ما تنساوش الكبيدات ديالي، الا بغيتوا شي وصفه نحطها لكم ان شاء الله على القناه خليوها ليا، يعني مرحبا على الراس والعين، اي وصفه بغيتوها خليوها ليا اسفل الفيديو في التعليقات. هاد الوصفه ممكن ديروها حتى للجسم ديالكم، زوينه بزاف يعني ديريها للعنق ديالك، ديريها للوجه ديالك، ديريها ليديك، ديريها لاي مكان في الجسم ديالك، زوينه بزاف يعني ماشي غير للتجاعيد ولكن حتى لتفتيح البشره وكتعطي النضاره للبشره وحتى انها كتحيد البقع الداكنه. هنا غناخذ واحد الكميه، كل وحده غتاخذ الكميه اللي بغات، لكن ما تكتروش هاد الكميه يعني اللي طحنتو ديال زريعه الكتان وكذلك ديال القرقاع، ما تكتروش لان ديروا استعمال واحد او جوج ديال الاستعمالات غير باش زعما دير واحد الكميه اللي تقدر تطحن لكم، ديروا جوج ديال الاستعمالات. من احسن بذور الكتان تطحن وما تطولش عندكم يعني تستعملوها جديده. المهم خديت تقريبا جوج معالق كبار ديال هاد المكونات مطحونين. من بعد غادي نحتاجو هنايا مع هاد المكونات غادي نحتاجو زيت الزيتون. زيت الزيتون مفيد جدا خصوصا الا كان عندكم زيت الزيتون البكر، مفيد جدا يعني للبشره، تيقضي لينا حتى هو على التجاعيد، تيعالج لينا يعني الترهل ديال البشره، مفيد بزاف زيت الزيتون. كناخذوا تقريبا واحد معلقه صغيره عامره ديال زيت الزيتون، ومن بعد غادي نحتاجوا المعلقه ديال العسل. غديروا عسل طبيعي من طبيعه الحال، الا كان غير متوفر عندكم يعني ما متوفرش ليكم ممكن يعني تستغناو عليه، اما الا كان عندكم مزيان في هذه الوصفه هذه، غير ما تستعملوش عسل ديال السكر عسل عادي، لا اما عسل طبيعي اما بلاش. من بعد غادي نحتاجو الياغورت طبيعي، ممكن نستعملو اي نوعيه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، هو باش غنخلطو هذا الخليط يعني هو باش غنخلطو هاد المكونات هادو. هنا بالنسبه للكميه ديروا الكميه اللي بغيتو يعني ديال هاد المكونات اللي مطحونين، ديروا القياس اللي بغيتو.
مهم مع جوج معالق كبار، كنديروا معلقه ديال زيت الزيتون، وكنديروا معلقه ديال العسل، وكنخلطوا بالياغورت كما كتشوفوا معايا. كنخلطوا مزيان هاد المكونات حتى يولي لنا واحد الخليط يعني بحال الكريم. كنخلطوا مزيان هاد المكونات باش هكا ينسجموا لينا مع بعضياتهم بهذا الشكل. وحنا كنخلطوا وهذوك المكونات تيندمجوا مزيان كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. من بعد ما يتخلط لنا الخليط مزيان كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجوا لنشا الذره او دقيق الذره. هنا بالنسبه للخليط انتوما ديروا الخليط يعني على حسب كيفاش بغيتوه، غير ما تكتروش بزاف الياغورت باش ما يجيش عاوتاني يسيح ليكم. ديروا ما بينه وبين يعني يكون بحال الكريم. غادي نضيفوا النشا. بالنسبه للنشا كنديروا معلقه صغيره عامره. بهذا الشكل هذا ونخلطوا المكونات. هاد الوصفه هذه راه كتفتح البنات الجسم، كتفتح البشره، يعني الا بقيتي داومتي عليها البشره ديالك مكونات كيف ما شفتوا معايا طبيعيه، الا داومتوا عليها البشره ديالكم راه الوجه تيولي بحال البيضه المقشره، يعني كتنقي لك البشره ديالك لا من تصبغات لا من السواد لا من الكلف، بقع الداكنه، الاثر ديال الحبوب، اذا كان عندك شي اطراف في وجهك كلشي كيتحيد بهاد الوصفه هذه. هذا هو الخليط كما كتشوفوا معايا كيولي بهذا الشكل هذا. اخر حاجه غادي نحتاجو لزيت اللوز. انا غنستعمل هنا زيت اللوز الحلو اللي عندها السن ديالها يعني تجاوزت ال40. استعملي زيت اللوز المر، مفيد جدا يعني البشرة ديال ما فوق ال40. اللي اقل من هذا السن ممكن تستعملي زيت اللوز الحلو، حتى هو يعني مفيد، ممكن تعوضوه باي زيت مرطب عندكم، اي زيت كتستعملوه كيوالم لكم البشره ديالكم ممكن تستعملوه عوض زيت اللوز. صافي نخلطوا هاد المكونات كما كتشوفوا معايا. هذا هو الماسك ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نطبقوا على يدي هكا باش تشوفوا معايا يعني كيفاش غنستعملوه. هاد الخليط راه كيبقى يشرب يعني لا شرب ليكم كيبقى يعني واخا كيكون كيبان بحال الكريم، يعني كتخلطوه كيجيكم بحال الكريم، ولكن الا خليتوه غير واحد 5 دقائق كيشرب ليكم بزاف، يعني كيزيد يتقال. داكشي علاش يعني الا تقال زيدوا عليه شويه ديال الياغورت. صافي كطبقوه بهذا الشكل هذا، ومن احسن ديروا الخليط ما يكونش خفيف شويه، يكون هكا غادي لتقيل. علاش؟ باش يقبط لكم على البشره ديالكم ويعطيكم نتيجه زوينه. الا خليتوه شويه مطلق راه كيبقى كله كيسيح وكيهبط لكم وتيعذبكم. المهم هذا هو الماسك ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا. كتخليه واحد المده ديال ما بين 15 ل 20 دقيقه وكتغسلوه، يعني خليه حتى 20 دقيقه راه زوين بزاف. غادي يبان لكم الفرق من اول استعمال، تيشد البشره تيبيض البشره كيصفي البشره، يعني كيبان لك الفرق من اول استعمال. لكن داوموا عليه، غديروه جوج مرات حتى ثلاثه في السيمانه، يعني جوج مرات حتى ثلاثه في الاسبوع. زوين بزاف، ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات كيفاش جاكم الماسك. واللي جرباته ما تنساش ترجع يعني تخلي لنا تعليق باش كلشي يستافد ان شاء الله من التعاليق ديالكم. اي وحده دخلت بغات تجرب هذه الوصفه تلقى يعني شي وحده اللي جرباتها وخلات يعني الراي ديالها فيها. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. بغيت نقول لكم من مور ما تغسلوا ان شاء الله هذا الماسك، غسلوا البشره ديالكم بالماء يعني دافي، من بعد استعملوا الماء بارد مزيان لانه كيسد المسام، ومن بعد رطبوا البشره ديالكم بشي كريم مرطب كتستعملوه بشي زيت كيوافقكم، يعني اي حاجه، مهم ترطبوا البشره ديالكم باش ما كتنشفش ليكم وتبقى البشره زوينه. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعه وفي امان الله.